ببالغ الحزن والأسى تلقى الوسط الرياضي نبأ وفاة لاعب المنتخب السعودي لكمال الأجسام الكابتن تيسير الخلفان، وسادت حالة من الحزن في بلدة الربيع بمحافظة القطيف بخبر وفاة لاعب المنتخب السعودي لكمال الأجسام وبطل العالم تيسير علي حسن الخلفان. وتوفي الراحل في منزله مساء الأحد 26 ربيع الأول 1446 هجريا. ويعد تيسير الخلفان أحد الرموز الرياضية في المملكة العربية السعودية، حيث تمكن قبل نحو 50 سنوات من انتزاع أول ميدالية ذهبية سعودية في اللعبة خلال منافسات بطولة العالم للأساتذة التي أقيمت في أسبانيا، وهو أحد أبرز الأسماء التي تركت بصمة في هذه الرياضة، وشارك في العديد من البطولات الدولية وكان له حضور مميز على الساحة العالمية. رحم الله الفقيد وأسكنه في سيح جناته. نسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وزوي جميل الصبر والسلوين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.